السلام عليكم. شاهد التلفزيون الروسي الرسمي يناقش فكرة ضرب عواصم أوروبية بالنووي. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحلقة نقاشية بين عدد من الخبراء والمحللين الروس، وهم يناقشون فكرة ضرب عدد من العواصم الأوروبية بالسلاح النووي. ووفقا للفيديو، فإن النقاش والتهديد بالسلاح النووي تم عبر القناة التلفزيونية الرسمية الأولى الروسية، وتناقلوا القائمون على الحلقة النقاش فكرة ضرب لندن وباريس وبرلين بالنووي عبر صواريخ سمارت أو الشيطان. وأوضح أنه في حال تم إطلاق الصاروخ من إقليم كلينغراد، فإن زمن وصوله لكلا من برلين 106 ثواني وباريس 200 ثانية ولندن 202 ثانية. من جانبه قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن هذا النقاش تم خلال برنامج 60 دقيقة، وهو من أكثر البرامج مشاهدة في روسيا. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.